طب لو افترضنا ان استمرت السلبيات حتى اخر مراحل الانتخاب، تفتكر حضرتك ده هيأثر على النتيجة ازاي؟ هقول لحضرتك حاجه. يعني امبارح صديق بيقول لي انتوا عمالين تقولوا اخطاء اخطاء اخطاء، وبعدين تطلعوا تقولوا نزيهه. ازاي؟ يعني ازاي في اخطاء كده وازاي هي نزيهه؟ شوفي، هي حتى الان الانتخابات اللي احنا فيها اللي هي الجوله الاولى، لان لسه ما نقدرش نحكم على بكره يعني، ولسه مبكر قوي انك تحكمي على مجمل العمليه الانتخابيه. انما حتى الان الانتخابات اللي احنا فيها دي هي الانزه وليست النزيهه. هي الانزه مقارنه بكل الانتخابات اللي حصلت قبل لأن كده. احنا بنقارنها هنا بالأسوأ. ما هو بقى يا الله ينور عليك، الله ينور عليك. وبرضه خليني اقول، ما بقى انا ما بقارنهاش بال 30 سنه اللي فاتوا. نبطل بقى حكايه ال 30 سنه، ال 30 سنه، لا، بال 40 سنه. انا حضرت انتخابات سنه 79، لم ينجح من المعارضه الا الراحل المستشار ممتاز نصر في مركز البداري باسيوط، ونجح لانه حاصر القريه بالاسلحه الاليه في الصعيد. انما السادات ايمية خد قرار باسقاط كل المعارضه اللي كانت ضد كامب ديفيد، فصارت كل المعارضه كل المصريه المعارضة كل بلا استثناء واحد بس نجح، اللي هو المرحوم المستشار مرتضى نصر. فلما بنقول الانزه مش بنتكلم على 30 سنه، بنتكلم على 40 سنه، بنتكلم على 50 سنه كمان ايام عبد الناصر ما كانش مسموح الا لاعضاء الاتحاد الاشتراكي بالنزول. فخلينا نقول هي الانزه في تاريخ الانتخابات المصريه، لكنها ليست النزيهه. ليه؟ لان هناك عناصر وعوامل ومقومات يجب ان تتوفر في الانتخابات، مش بس يوم الاقتراع، ده من لحظه عمل القانون الانتخابي او القوانين ذات الصله بالانتخابات لحد الطعن كمان على النتائج. عايز اقول لك معيار واحد بس ملوش تاني، ومش هكمل، مش هقول ايه المعايير التانية. اتفضل. ان يكون القانون سهل ومعلوم لدى الناخب. هل قانوننا الانتخابي سهل ومعلوم لدى الناخب؟ لا. تخيلي بقى يبقى الامر شكله ايه. دي مشكله جوهريه، مشكله ان المعايير في مراحل العمليه الانتخابيه ما انطبقتش قوي. بس هي الانزه لانه في التصويت الناس عبرت عن رايها، مضغوط عليها او مضغوط عليها، بس في النهايه ما فيش حد بإرادتها. تعمد يغير رايها اللي في الصندوق. يعني آخر سؤال لحضرتك في